الشهادة لله، من يوم ما جت سامية عندي مع نجية وماريو في الصار حسيت انها بنت مش زي، ونفسي اقابلها عشان اعتذر لها. كنت معاها كلاب وعاوزين ننهش لحمها، لكن صانت نفسها ومحدش قدر عليها. يا سلام، لو اعطر عليها اترمي تحت رجليها واعرض عليها الجواز وانا قلبي مطمن. تحت امر اي خدمه محتاجه فلوس عناي علشان لا محتاجه شغل. يا ريت اقدر اغني عندك في الصاله. بس ست صاحبه الصاله صعبه قوي، وهتشفت عليكي شرط. انا عارفه انك مش تقبلي. اسمعي ما اقولك، انت ممكن تنزلي افراح وكل ما يجي فرح عند اهلك، مش كده احسن؟ كتر خيرك. انت قاعده فين دلوقتي؟ طغيت العنب. لا، انت تجيبي ست والدتك تيجي تقعدوا معايا. ده انت يا سامية، ايه اللي اخرك لحد دلوقتي؟ ده انا قلت حصل اللي حصل. لا اطمني، اصلي كنت عند ست ازهار صاحبتي. اهلا يا حبيبتي. اهلا وسهلا. وهنروح دلوقتي على شقتها احنا الاثنين. ليه بقى؟ عايزماك تقعد عندي كام يوم. كتر خيرك يا حبيبتي، بس ملوش لزوم. لا انا شايفه انه في الظروف دي له لزوم قوي انك تقعدوا مع حد. ايوه، عاوز مين؟ عاوز ريا هانم. مش هنا، دول اجروا الفيلا من زمان. ما تعرفيش فين؟ حضرتك مين؟ انا وكلهم في العزبه وجايب فلوس معايا. لحظه واحده اجيب العنوان. Thank you.
لو اتنفست بكلمة واحدة هتحصل أبوكي. عاوز مني إيه؟ فين سامية؟ معرفش. فين عادل؟ اسأل سامية. بلاش لف ودوران. أخوك فضل وراها لغاية ما هربت معاه، وأنا لازم أعرف خدها على فين. عرفتوش من يوم هي ما خطفته. خطفته؟ أيوه. أمال يعني سحب الفلوس دي كلها من البنك واختفى ليه؟ مش بتحريض منها؟ اخلصي! وإن ما خرستش هتقتلني، مش كده؟ يلا، استني إيه؟ في إيدك سلاح، وإنت أسهل حاجة عندك تقضي على حياة إنسان، وأي إنسان، الإنسان اللي فضلوا عليكم. انتوا لحم كتافكوا كله من خيري. ايه اللي جاب الراجل ده؟ ما تطولش لسانك يا ولد. امك واختك هما اللي جرجروه بالعافيه. عاوزين يورطوني عشان يجوزوها لي. وبرضه فضلوا ورا عادل عشان يورطوه. خلصوا! خلصوا كلكم! جري، خرج من هنا وجري الناحية دي. بقاله قد ايه؟ حالا دلوقتي. ما شفتوش لما جري؟ بقول لك خرج وشايفه قدامي بيعدي الشارع.
فين؟ وديتيه فين؟ طيب ممكن اكلم حضرة الضابط حسن؟ المهم دلوقتي انك تقعدي في العوامة ما تتحركيش، ولو عبده رجع ما تظهرلوش انك حسيتي بأي حاجة واتصلي بيا. وبعدين بقى انا ما اقدرش اطلع بالتاكسي بره البلد ابعد من كده. يعني يا اخي ما تعملش خدمة لسواق زميلك؟ انت مش كنت بتسوق المرسيدس بتاع الحاج فتحي وتعرف عزوز وسعد وسيد الجدي؟ وبعدين بقى فات وقت طويل ومفيش خبر عن مصطفى. أنا قلقان على فؤاد، لا يكون البوليس قبض عليهم. يا شيخة فلا الله ولا فالك، يعني هنفضل كده؟ يعني هنقدر نعمل إيه؟ نعمل أي حاجة. أنا أقول لكم نعمل إيه؟ ألو كيكي، متأسفة إني صحيتك في وقت زي ده، بس اصلي في حوادث غريبة حصلت وانا خايفة قوي. على العموم انا هلبس واجيلك، بس هتأخر شوية. الو بابا. بابا كان اشرف منكم كلكم. ابوكي راجل مجرم. اخرسي. ابوكي ضحك علينا كلنا. كدابه. ساميه ضحيه زينا. فؤاد كمان ضحيه. كدابين كدابين. عندنا الدليل. كد كد. انا مستعد اثبت لك ان كنا كدابين ولا لا. فؤاد اهو، بلغوا المعلم ان انا اللي جبته. انا راجع بسرعه عشان ما حدش يلاحظ ان انا اتاخرت. طيب طيب. شيلوه. هاتوه جوه ورايا. دي الحقيقة لازم تعرفيها. تعرفيها وتتحمليها. سامية بنت الشريفة، أبوكي هو اللي ضحك عليها. شريفة قوي، شريفة لدرجة إنها تضحك على عادل وتخليه ياخد الفلوس ويهرب معاها. عاوز إيه؟ جابين لك ونيس يا أنس. أنتوا حكايتكم إيه بالظبط؟ مش أخدتوا الشنطة اللي فيها فلوس وانتهينا؟ حابسيني هنا ليه؟ هو إحنا برضه بتوع شنطة فلوس؟ احنا شايلينك لعوزة اكبر من كده. مش علينا نفوتك ملقح لوحدك، جبنا لك ابو الناس بتتونس بيه. فؤاد
فؤاد. يعني ساميه ما هربتش مع عادل؟ ساميه هربت عشان خايفه من فؤاد. امال عادل دلوقتي فين؟ ومين اللي دخل عليا بمسدس وكان بيسال على فؤاد؟ شكله ايه؟ طويل وعريض. جايز يكون مصطفى اخويا. اخوكي؟ يبقى انا دلوقتي لازم ارجع البيت على طول. جايز مصطفى يتصل ولا يبعت حد وهبلغكم باللي يحصل. معلش يا فؤاد، بس نخرج من الحته دي وانا عارضك على اكبر دكاتره في البلد. طب احنا فين دلوقتي؟ تقدر توصف لي الحته اللي احنا فيها؟ مش عارف، لكن واضح جدا اننا في مقر عصابه كبيره. عصابه؟ طبعا عصابه. اخذ مني الشنطه فيها 15,000 جنيه. طب وانا جايبني هنا ليه؟ ايه مصلحتهم في انهم يخطفوني؟ ولا انا بعد ما اخد الفلوس ايه مصلحتهم يحبسوني؟ تعال. قوم قوم. تاخدني على فين؟ ما تخافش، هتقعد خمسة مع المعلم. هو راجل طيب قوي. ما دام هتقول له على اللي هو عاوزه ما تخافش منه. المفروض ان فؤاد مسجون هارب ولازم نقبض عليه. المسجون الهارب ده انا اللي مساعده على الهرب. انت فاهم ان انا ما كنتش اقدر اظبطه من زمان؟ الحكاية مش حكاية مسجون هارب ولا جريمة قتل دفاع عن الشرف. الموضوع أكبر من كده بكتير. والله عالي يا كيكي. دلوقتي بقى لك رأي وجاي تفهميني أعمل إيه؟ أبداً يا بابا. أنت ليك الرأي كله. بس عادل ملوش دخل في الموضوع ده. أنا اللي أقدر إذا كان له دخل ولا ملوش. بابا. أنا طوعتك في كل حاجة. صاحبت ثريا، سكنتها في العوامة. وجبت لك كل اسرارها. ودلوقتي جايه تتمردي عليا؟ ابدا. وبرضه هنفذ لك كل اللي انت عاوزه. بس انا ليا طلب واحد. عادل بتحبيه؟ يعني ما بترديش؟ مكسوفه؟ حد ينكسف من ابوه؟ وماله لما تحبي؟ ده انا اكتفولك واجيبولك لحد هنا واجوزهولك غصب عن عينيه الاتنين. انا مش عاوزه حاجه غير انك تسيبه. واشيله لغايه باب بيته، ارجعه معزز مكرم. بس كده يا حبيبتي؟ صحيح يا بابا. هو انا عندي عز منك يا بنتي؟ روحي انت بقى لحسن ثريا تلاحظ غيابك. وليك عليا ان عادل بكره الصبح هيكون في العوامه. يا حبيبي يا بابا. عادل.